رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق سربست مصطفى. سربست، مساء الخير. 5 عمليات انتخابية نيابية إضافة إلى عمليتي انتخاب لمجالس المحافظات وعملية استفتاء جرت على الدستور في العام 2005. كل هذه العمليات هل منحت المفوضية الخبرة الكافية لإنجاز هذا الملف؟ نعم، المفوضية قامت بأكثر من ذلك لأنها نفذت 3 دورات لمجالس المحافظات ودورتين لبرلمان أو 3 دورات لبرلمان أقليم كردستان أيضا ودورة لانتخابات مجالس محافظات الأقليم، وبالتالي عدد العمليات الانتخابية التي قامت بها عدد كبير وأصبحت لديها الخبرة الميدانية والخبرة التنظيمية الكافية لتنظيم هكذا انتخابات، على الرغم من الأوضاع المعقدة في العراق بالنسبة سواء كان وضع سياسي أو الوضع الانتخابي بوجود عمليتين انتخابيتين، التصويت الخاص والتصويت العام في كل عملية انتخابية ومن ثم إعلان النتائج. وفي هذه الانتخابات هنالك تحدي آخر وهو وجود عمليتي عدوى فرز لكل محطة، عملية العدوى الفرز الإلكتروني مع عملية العدوى الفرز اليدوي، لكن أعتقد المفوضية ستمر بكل ذلك بنجاح. وهذا ما نود الحديث عنه، وأجدد هنا الترحيب بك سيد سربست. الحديث عن إعلان النتائج خلال 24 ساعة، هذا ما أعلنته اليوم مفوضية الانتخابات، ما مدى واقعية ذلك اليوم؟ هو سيكون ذلك طبعا حسب القانون بأن يجب إعلان نتائج خلال مدة لا تتعدى 24 ساعة من يوم أو من ساعة انتهاء التصويت العام، لكن ستكون هنالك نسبة غير كاملة بهذا الإعلان، أي لا تكون نتائج 100% نظرا لأن القانون نفسه في نفس المادة التي في الفقرة الأولى المادة 10 التي تؤكد بإعلان نتائج خلال مدة 24 ساعة فيها 3 حالات سيتم فيها عد وفرز إلكتروني في عفو يدوي في مراكز تدقيق ستفتح بعد يوم الاقتراع، وهذه الحالات 3 هي إذا كانت النسبة الفرق بين العدوى الفرز اليدوي أكثر من 5% تحالي هذه المحطة بكاملها إلى ذلك المركز، وإذا كانت لم ترسل نتائج العدوى الفرز الإلكتروني خلال مدة 6 ساعات من انتهاء الاختراع، وإذا كانت نسبة الأصوات الباطلة بين العدوى الفرز الإلكتروني واليدوي أكثر من 3 بالعشرة وما فوق أي أكثر، هذه الحالة ستحال إلى ذلك المركز. لكن هنالك حالة غريبة وهي أنه في حال كانت النتائج أو الفرق بين العدين والفرز الإلكتروني أقل من 5% ستعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في المحطة. في الحالات 3 الأخرى قد نتمنى لا تكون النسبة كبيرة ونتمنى لا تتعدى 15 إلى 20%، وبالتالي في كل الأحوال النتائج التي ستعلن بعد 24 ساعة ستكون هنالك نسبة محددة ولن تكون 100%. أستاذ سربست، يعني هناك مخاوف من تعطل الأجهزة الانتخابية، هناك خشية من اختراقات قد تطال الوساط الناقلة أو حتى أجهزة الإرسال، واقعية هذه المخاوف بتقديرك؟ باعتقادي هذه مخاوف مبالغ فيها لأن المفوضية تعاقدت مع شركة خاصة بفحص البرمجيات، وخاصة النقطة الأخرى بأنه سيتم عدوى فرز جميع المحطات يدويا في كل المحطات سواء كان اقتراع العام أو الخاص، وإذا كانت نسبة الفرق كما قلنا أقل بالمية ستعتمد العدوى الفرز اليدوي، أما إذا كانت مطابقة 100% أو كانت نسبة الأصوات الباطلة بين العدين أقل من 3 من العشرة في هذه الحالتين فقط ستعتمد نتائج العدوى الفرز الإلكتروني، أما الحالات الأخرى ونامل أن تكون
هذه النسبة كبيرة جدا، أما الحالات الأخرى فستعتمد العدوى الفرز اليدوي. باعتقادي أصبحت هذه المخاوف حاليا بعد هذه التفصيلات الكثيرة الموجودة في القانون في صلب المادة 10 من التعديل الثالث، لا لم يبقى لها أثر أو لا داعي لهكذا مخاوف الآن. نعم سيد سربست، ماذا عن حديث البعض اليوم عن مخاوف من أوضاع إقليمية لربما مشحونة وأيضا أوضاع سياسية متوترة، انعكاس لربما هذا المشهد أو هذه المخاوف اليوم على هذه الانتخابات؟ هل هي مخاوف تعتبر أيضا أو تندرج ضمن قائمة المخاوف الحقيقية أو لربما يكون لها تأثير على ذلك؟ هي مخاوف سياسية طبعا، عملية الانتخابية التصويت الخاص يوم غد والتصويت العام بعد يومين، وبالتالي هذا إجراء الانتخابات أصبح واقع وتقريبا دخلنا في التنفيذ. أما أثره السياسي فقد يكون بعد انتهاء الانتخابات والمصادقة على النتائج وتشكيل الحكومات المحلية، وبالتالي هذا يؤثر على الواقع السياسي للبلد، يعني واقع طبيعي لأننا لازلنا قريبين على الخط الساخن في هذه العمل. لكن هنالك قضايا أخرى تؤثر على موضوع الانتخابات، وهي أن بعض الجهات تدعو إلى المقاطعة ولن تشارك في الانتخابات، وبالتالي قد تكون نسبة التصويت في بعض المناطق نسبة يعني غير كبيرة أو أقل من المستوى المطلوب كبير. في بعض المناطق الأخرى قد تكون المنافسة الانتخابية شديدة بين الأحزاب وبالتالي تؤدي إلى زيادة نسبة الاختراع. بالعموم نسبة الاختراع باعتقادي ستكون ليست بالمستوى المطلوب وقد لا تصل إلى ما تم اتخاذه أو نسبة كانت موجودة في 2021. من خلال متابعتك لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإجراءاتها لإكمال هذا الاستحقاق، هل تعتقد أن إجراءات المفوضية مطمئنة بما يكفي وأنها قد تلافت وتجاوزت الإشكالات التي كانت قد تقع بها سابقا؟ أنا الآن أقود شبكة مراقبة اسمها شبكة شاف، ونحن عضو في تحالف للشبكات نقوم بمراقبة أداء المفوضية والتفاصيل العملية الانتخابية. المفوضية في كل مرة يعني تتجاوز الإمكان هذه القضايا التي تثار في كل انتخابات من خلال استنباط الدروس المستنبطة في تلك الانتخابات وإجراء التعديلات والإصلاحات على العملية الانتخابية. لكن هنالك قضايا لا تتعلق بالمفوضية وإنما تتعلق بالجهات السياسية، تتعلق بموضوع الخدمات، تتعلق بأن القانون الانتخابي في كثير من فقراته ليست بها عدالة، وبالتالي افتقاد العدالة سواء في النظام الانتخابي سواء في نظام الإنفاق سواء في شروط المرشح بين المرشح الفردي والمرشح الحزبي وإلى آخره، هذه الشروط أو هذه القواعد الموجودة بعدم وجود عدالة في بعض الأحكام المفوضية لا تتحملها، لكنها حتما تؤثر على مقبولية هذه الانتخابات من قبل فئات أو شرائح كبيرة من الشعب العراقي. نعم كنت معنا عبر سكايب من دهوك رئيس مفوضيات الانتخابات الأسبق أستاذ سربست مصطفى، شكرا جزيلا لك.